السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم يحيى الشلبي في دورة جديدة في برمجة واجهات سطح المكتب بلغة بايثون. إن شاء الله إخواني كما وعدناكم سنبدأ بالدرس الأول. طبعا الدورة ستكون على هيئة مشاريع. إن شاء الله في هذه الدورة سنقوم بإنشاء مشروع الكالكوليتر، سوف نبينها إن شاء الله لاحقا. ولكن قبل البدء في كتابة أي كود يجب علينا فهم بعض المفاهيم، ومنها الواجهات. طبعا ما هي الواجهات التي تسمى اختصارا بالجيو اي او اليو اي؟ طبعا جيو اي مختصر لجرافيكال يوزر انترفيس، اي بمعنى أن المستخدم أول ما يقوم بفتح أي برنامج في الحاسوب فإن أول نافذة تفتح هي نافذة الجيو آي، أي أن المستخدم يتفاعل مع البرنامج من خلال هذه النافذة، ولذلك سميت بواجهة المستخدم الرسومية. طبعا لبرمجة الواجهات بلغة بايثون إخواني وأخواتي هناك مكتبات عديدة، ومن أشهر هذه المكتبات هي مكتبة البايكوتي. بالمناسبة إخواني وأخواتي، مكتبة البايكوتي طورت من قبل شركة ريفر بانك كومبيوتينج. طبعا هي ربطت ما بين الكيوتي بلاتفورم أو سي بلس بلس مع بيئة البايثون، أي نستطيع برمجة الواجهات بلغة بايثون في بيئة بايثون باستخدام لغة بايثون، أي نتعامل مع كيوتي بلاتفورم ولكن ليس باستخدام لغة سي بلس بلس وإنما بلغة بايثون. طبعا هناك إصدارات في البايكيوتي، هناك الإصدار الرابعة القديمة والإصدارات الحديثة منها الخامسة، إن شاء الله سوف نعتمدها في هذه الدورة. وهناك على ما أظن إصدار حديثة السادسة أيضا صدرت من نفس الشركة. على العموم أخوان سوف نستخدم الإصدار الخامسة. طبعا مكتبة البايكيوتي لها تراخيص مجانية تحت بند جي بي ال النسخة الثالثة، والتراخيص غير مجانية للتوضيح. طبعا لماذا بايكويتي؟ ربما هناك الكثير من الأخوان والأخوات يسألون لماذا لا نستخدم التيكينتر أو ما إلى ذلك من المكتبات في برمجة الواجهات، لماذا نستخدم بايكويتي؟ طبعا أخواني برمجة الواجهات من المعلوم أن الواجهة يجب أن تكون جميلة لأنها واجهة المستخدم. عند استخدامنا لمكتبة التيكينتر، أدوات تيكينتر ليست بمقارنة بالبايكوتي ليست بالجميلة، وأيضا برمجة الواجهات باستخدام التيكينتر تكون صعبة لأن المبرمج يقوم ببرمجة كل شيء بيده، ولكن في بايكوتي نستطيع استخدام هناك واجهة رسومية نستطيع من خلالها تصميم الواجهة وثم ربطها ببيئة بايتشارم وبرمجتها بلغة بايثون، إن شاء الله سنوضحها في وقتها. طبعا مثل ما تلاحظون إخواني واجهة البايكوتي طبعا نفس تستخدم نفس الواجهة الرسومية لمنصة الكيوتي. طبعا ما هي مكتبة البايكيوتي؟ للتعامل مع مكتبة بايكيوتي يجب علينا فهم آليتها وكيفية التعامل معها. طبعا البايكيوتي 5 تستخدم الويدجتس للواجهات لتصميم الواجهات، وأيضا تتعامل مع السيجنالز والسلاتس. إن شاء الله خلال
تقدمنا في الدروس إن شاء الله سنوضحها. طبعا في هذه الدورة إن شاء الله مثلما أوضحت آنفا سنقوم بإنشاء كالكوليتر بسيط كما في الصورة. طبعا نقوم بإنشائها من الصفر إن شاء الله، ومثلما تلاحظون إخواني الواجهة نستطيع حتى استخدام واجهات خاصة نحن نصممها. طبعا ماذا بعد الدورة؟ إن شاء الله إذا رأيت تفاعل من قبل المتابعين وزيادة في عدد المتابعين إن شاء الله سأقوم ب أيضا عمل دورات طبعا في الواجهات وكيفية التعامل مع الديتابيس، مثال على ذلك الاسيكولايت والمايسيكول والتعامل مع الفايلات كالTXT والجيسون والCSV والإكسل والوورد والPDF والصور وإلى آخره من الأمور. فإن شاء الله أتمنى أن يزيد عدد المتابعين إن شاء الله لكي يكون مشجعا للاستمرار في الدورة. فإن شاء الله أخواني وأخوات سوف ننتقل لبيئة الباي تشارم. كما تلاحظون أخوان أول ما نقوم بفتح بيئة الباي تشارم نختار نيو بروجكت، نقوم بكتابة اسم المشروع على سبيل المثال كالكوليتر، ونقوم باختيار طبعا الديفولت كما هي. إذا البيئة تقوم بتحضير الملفات الضرورية للمشروع، ننتظر. طبعا كما معلوم أخواني وأخواتي أول ما نقوم بإنشاء مشروع جديد بيئة بايتشارم تقوم بإنشاء ملف افتراضي. طبعا لا حاجة لنا بهذا الملف، إذا نقوم بمسح الملف. طبعا قبل أن نبدأ أخواني وأخواتي يجب نقوم بالتحقق من البيب. طبعا هنا مثل ما تلاحظون لدينا البيب في هذه البيئة الافتراضية، لأن قمنا بإنشاء virtual. الكثير من الأخوان طبعا واضحة هاي بسيطة، لأن يعني الأخوان الذين يعملون على بيئة البايتشارم سوف يفهمون ما أقصد هنا. طبعا نقوم ب تثبيت مكتبة الباي كيوتي من خلال أمر pip install باي كيوتي 5. طبعا يجب أن تكون متصلا لشبكة الإنترنت. إذا تم تثبيت الباي كيوتي، نتحقق من مثل ما تلاحظون إخواني هنا باي كيوتي تم تثبيتها. طبعا نقوم بإنشاء ملف جديد Python file تسميتها على سبيل المثال مثلا main window. الآن أخواني وأخواتي نقوم بإدخال مكتبة PyQt. طبعا من مكتبة PyQt سوف نختار الـ Q Application سأوضحها إن شاء الله، فنكتب from PyQt5.QWidgets import Q Application. وأيضا نحتاج sys من system. الآن أخواني وأخواتي ما هي الـ Q Application؟ لكي نقوم بتنفيذ أو تشغيل الواجهة الرئيسية أو المين ويندو اللي نسميها بالإنجليزي المين ويندو، يجب علينا أن نستخدم الـ Queue Application، لأن الـ Queue Application هي أداة لتشغيل الـ Queue Main Window أي الواجهة الرئيسية. فيجب علينا أن نستخدم الـ Queue Application أي من ضمن مكتبة PyQt. إذا نقوم بإنشاء
اب جديد، اي ابلكيشن جديد، كيو ابلكيشن. طبعا الارجيومنتس الباراميترز تاخذ السيستم، سيستم ارجيومنتس، لكي نستطيع من خلالها استخدام الكوماند لاين، ومن ثم الاب. اذا هذا اخواني اخواتي هو الستاندرد او النظام الذي سوف نعتمده لكتابة الواجهة، أي ما بين هذين السطرين نقوم بإنشاء الواجهة الرئيسية، ومن هنا نقوم بتنفيذها. فإذا سوف نحتاج الكيو ويدجت. طبعا الكيو ويدجت هي الكلاس الرئيسي لمكتبة الباي كيو تي 5. سوف نقوم ب طبعا إنشاء ويدجت نافذة، على سبيل المثال نسميها المين كيو ويدجت، ومن ثم مين دوت شو. إذا نقوم بتنفيذ البرنامج، فمثل ما تلاحظون إخواني نافذة الباي كيو تي طبعا ستاندرد كما تلاحظون. نستطيع تغيير طبعا التايتل، تايتل ويندو تايتل. طبعا ان شاء الله هذا مثال بسيط اخواني واخواتي، بس مجرد للتوضيح. سوف نقوم طبعا باستخدام نحن لا سوف لا نكتب الكود، اي سوف لن نبرمج الواجهة والادوات عن طريق الكود، وانما سوف نقوم ببرمجة الواجهة باستخدام الكيوتي ديزاينر، ربما بعض الإخوة يعرفون بذلك، ومن ثم ربطها مع بيئة البايثون. فإن شاء الله أخواني وأخواتي حاولت في هذا الدرس أن أجعل هذا الدرس مدخل للدورة إن شاء الله. فإن شاء الله في الدرس القادم سنحاول البدء في تصميم الواجهة باستخدام الكيوتي ديزاينر، وكيفية إن شاء الله ربطها مع بيئة البايثون. فإخواني وأخواتي ننهي الدرس هنا، وأنا بانتظار استفساراتكم ومقترحاتكم حول الدرس، وأنتظر منكم التفاعل ومشاركة الفيديو وإخبار زملائكم بالاشتراك في القناة لكي نعمل المزيد والأفضل. أتمنى أن يكون الدرس واضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.